وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ فراس علاوي المحلل السياسي مباشرة من باريس. أستاذ فراس، مرحبا بكم على شاشة حلب اليوم. ما الظروف الدولية والإقليمية التي هيأت الجو للمصالحة الخليجية وللتقارب بين قطر والسعودية؟ أستاذ فراس، هل مساء الخير، تحية لك، تحية للسادة المشاهدين. حياك الله. مساء الخير، نعم، هل بداية سمعت السؤال مساء أستاذ؟ الخير لك وللسادة المشاهدين. أي تقارب عربي أكيد هو في مصر. تمام. نعم، سمعت السؤال. نعم أي تقارب طبعا. عربي بداية في مصلحة جميع البلدان العربية. أما الظروف الدولية التي هي ذلك، فأعتقد بأن الانتخابات الأمريكية ووصول إدارة بايدن وعدم وضوح الرؤية لدى والاستراتيجية لدى إدارة بايدن بالتعامل مع ملفات منطقة الشرق الأوسط، كل هذا أدى إلى محاولة الأطراف العربية لملمة ما يجري بينها من خلافات من أجل إعادة تموضعها من جديد. الوضع الإيراني في الشرق الأوسط والمخاوف من عودة سياسة باراك أوباما إلى المنطقة والدعم الأمريكي له من خلال إعادة إحياء الاتفاق النووي، هذه الظروف وغيرها من الصراعات الخليجية التي أدت إلى تراجع الدور العربي في المنطقة، كل هذه أدت ربما إلى إعادة النظر في هذه العلاقات، وربما سنشهد مرحلة تقارب عربي جديد، وهذا أيضا كما ذكرت في البداية تصب في مصلحة جميع البلدان العربية بما طيب، فيها سوريا، بما فكل أنك البلدان أتيت على العربية هي سوريا حاجة أستاذ لعمق فراس، عربي. بما أنك أتيت على سوريا وهذا الأمر ما يهمنا وما يهم المشاهدين الآن، هذا التقارب الخليجي إلى أي مدى سينعكس على الملف السوري وخاصة على مسار الحل السياسي؟ تماما. للاسف هو جاء متاخرا بالنسبه للحل السوري، ربما جاء متاخرا، ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تصل. ربما هذا التقارب الخليجي سوف يوحد الرؤيه الخليجيه والرؤيه العربيه باتجاه الحل في سوريا، سوف يجعل هناك نوع من الاحتضان للحل السياسي. نحن نعلم ان قوه الخليج هي قوه ماليه داعمه لعمليه الاستقرار وعمليه اعاده البناء، واعاده البناء هو احد الشروط لبناء سياسي مستدام. هنا عندما يتوحد الرأي العربي والرأي الخليجي تحت بند واحد، فإنه سيقدم أكيد دعم حقيقي للحل السياسي. ولكن لو كان هذا الحل ما قبل التدخل الروسي والسيطرة الروسية وإعادة سيطرة النظام، أكيد سيكون أفضل. ولكن أي تقارب عربي من المؤكد بأنه ولو جزئيا سيكون في مصلحة الثورة السورية وفي مصلحة الشعب السوري. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ فراس علاوي المحلل السياسي، كنت معنا من باريس.